صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والخير والسلام. احنا النهاردة موجودين في حلقة خاصة من الحقيقة مهرجان أطفال العالم في دورته الرابعة. هذا المهرجان الحقيقة هذا العام بيأكد وبيهدي هذه الدورة، الدورة الرابعة للسلام، من أجل السلام أو فور بيس. الحقيقة مصر دائما هي نقطة التقاء الحضارات ونقطة التقاء الحقيقة كل ثقافات العالم، ومن على أرض السلام بيرسلوا رسالة سلام. والحقيقة احنا النهاردة كمان موجودين من العاصمة الإدارية الجديدة، الحقيقة هذه العاصمة الجمهورية الجديدة، جايين نقول انه كأجيال جديدة عايزين تنمية وسلام. هنشوف بقى النهاردة رسالة الأولاد اللي جايين يقولوها لكل العالم. صباح الخير واهلا بكم في مهرجان اطفال العالم من ارض السلام مصر. هذا المهرجان الذي نتشارك فيه بناؤه اليوم معا بعيدا عن العنف والكراهيه باختلاف ثقافتنا واختلاف الدين واللون واللغه، ولكن يجمعنا السلام والانسانيه. احييكم اليوم من الجمهوريه الجديده من قلب العاصمه الاداريه الجديده. عايزين كاطفال العالم نوجه رساله، احنا كإنسان جايين الدنيا عشان نعمرها ونعيش سوا بكل اختلافاتنا في امان واستقرار، نمارس حقوقنا كأطفال وكمان نؤدي واجباتنا تجاه مجتمعاتنا ووطننا وتجاه الإنسانية. احنا جايين نأكد رفضنا للمجازر اللي بتحصل للمدنيين في غزة، خاصة للأطفال الأبرياء الفلسطينيين. جايين نطالب ان الطفل الفلسطيني لازم يمارس حياته الطبيعية في أمان بالنسبة للمأكل والمشرب والتعليم وكمان اللعب. أنا ليا مطلب باسم كل أطفال العالم، أوقفوا إطلاق النار دائما وأوقفوا الحروب. We need to have our rights as the children and to do our duties towards our societies, our homelands, and towards humanity. We are all here to confirm that we all refuse and condemn massacres against civilians in Gaza, especially children. الحقيقة أنه النهاردة في اللقاء مع وزير الشباب والرياضة أنا ليا سعادة خاصة وفخر خاص بولادي أبناء المذيع الصغير. هم النهاردة ضيوف بقى لأن هم مثلوا مصر أمام العالم كله وقالوا رسالة قوية لكل العالم. كان معايا أنس بيتحدث بالعربية ومعايا ملك بتتحدث بالإنجليزية علشان مخاطبة الأفواج الأجنبية. برحب بيكي أنس، وانت النهاردة معايا ضيف بقى مش مذيع صغير. أهلا بيكي يا دري، أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. انت النهاردة بقى قول للناس كان إيه محتوى الكلمة بتاعتك؟ في البداية أنا كنت يعني أهم حاجة أنا كنت بقولها إن الأطفال الفلسطينيين يتشجعوا وما يسيبوش أرضهم أو بلدهم، وإن شاء الله إن هم يعني ربنا في يوم من الأيام يعني هيحصل لهم النصر إن شاء الله، وإن احنا فعلا هنيجي فلسطين ونقعد معهم ونتكلم. كلمتك النهاردة كانت قوية جدا لأن انت قلت احنا كبشر أو كإنسان جينا عشان نعمر. أيوة، عشان نعمر ونعيش في الدنيا، بالذات لأن الأطفال ليها حقوق وواجبات فلازم يعملوها يعني، فمن حقوقهم برضو إن هم يعيشوا في بيئة آمنة. اوكي طيب، مالك برضو انت النهاردة اتكلمتي باللغة الانجليزية، فرحانة ببنوتي بقى النهاردة جدا. قولي لي يا مالك، انت كنت حريصة توصلي ايه النهاردة للناس عن موضوع قصة غزة وعايزة تقولي لهم ايه؟ الاطفال الابرياء دول ما لهمش ذنب في اللي بيحصل عندهم في فلسطين، وان هم زي ما انا اسأل ان هم فعلا ليهم حقوق، ان هم ما يبقوش قاعدين في مكان مش امن. ولازم بص، هو كل حد يعني ليه حقوق وليه واجبات. أطفال غزة، في ظل ظروف قاسية تمرون بها أرسل إليكم من أطفال مصر كل الدعم والحب والمساندة. برضو أنا فخورة جدا من أبناء المذيع الصغير النهاردة اللي كانوا مشاركين في اللقاء، ولكن كمراسلين صحفيين، مالك وياسمينة الحقيقة شاركوا النهاردة بأسئلة لوزير الشباب والرياضة، وكنت فخورة بيهم جدا، وكانوا الحقيقة في منتهى القوة، وأسئلتهم كانت مهمة جدا 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 ولفتت انتباه الجميع. النهاردة كنت موجود بالفعل كمراسل صحفي، وكان ليك سؤال لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. احكي لنا عن السؤال وليه انت اخترت السؤال ده.
أنا سألت الوزير إن قطار الشباب اللي هو بيتحرك من القاهرة من سكة الحديد وبيروح لأقصر وأسوان، فأنا سألته إمتى قطار الشباب ده هيروح للعريش وسينا وطابة والمدن اللي هي فيها آثار كويسة وقريبة من فلسطين والدول العربية. فأنا قلت حددت له المناطق دي، غير إن هي تبقى الأقصر وأسوان بس، لأن دي مناطق أراضيها غالية علينا وعلى المواطنين المصريين. المهرجان اللي أنا شاركت فيه النهاردة ده بيبين للدولة المصرية قد إيه هي بتهتم بالأطفال، وإن هي تخليهم عندهم ثقة بنفسهم، مش بس في المهرجان، لأ ده في حياتهم بعد كده. ياسمينة برضو كان يعني برضو هي من أبناء المذيع الصغير وفرحانة بيها النهاردة أنها موجودة في الإيفنت الدولي ده. قولي لي ياسمينة، كان إيه سؤالك النهاردة، وكان ليها مطلب كمان من وزير الشباب والرياضة؟ لأن أنا كنت عايزة يعني في تحديات كتير جدا ممكن تواجه الأطفال زي السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتسبب ضرر كبير جدا علينا لو احنا ما استخدمناهاش صح. حلو. فأنا طلبت من الوزير ان هو يعمل زي كورسات تدريبيه للسوشيال ميديا عشان نقدر نستخدم السوشيال ميديا صح وما تسببش ضرر علينا. انت عارف ان ده اكبر تحدي، وانه يعني حتى في الحرب في غزه مش بس كانوا بيقصفوا المدن والمستشفيات، لا كمان كانوا بيقصفوا الافكار وبيحاولوا ان هم يضللوا الناس بالاخبار عن طريق السوشيال ميديا. فبالتالي انت حطيتي ايدك على موضوع مهم جدا جدا، ان انت عايزه كجيل جديد ما يتضحكش عليه، ما تبقوش انتوا بتنشروا شائعات واحنا نصدقها بشكل سهل، لا احنا عايزين يبقى عندنا وعي من احنا ازاي نستخدم السوشيال ميديا صح. عشان نكون عارفين انه 75% من المساعدات اللي داخله على غزه، سواء مساعدات غذائيه او علاجات طبيه، من دوله مصر. معانا حنين من فلسطين. حنين هي بتمثل كل صوت فلسطيني النهارده بيقاوم على ارضه، جاية تقول الحقيقة رسالة باسمه. واحنا يعني الحقيقة بدورنا بنحيي كل الشهداء الفلسطينيين، وبنحيي كمان كل المصابين اللي يعني نفسنا ان احنا نحتضنهم بقلوبنا. صباح الفل عليك يا حنين. صباح النور. طبعا احنا كنا نتمنى نتقابل في ظروف احسن، وان شاء الله هنبقى على وعد ان احنا هذا اللقاء سواء ليكي او لكل اطفال فلسطين، ان احنا نتجمع على ارض فلسطين وهي متحررة، نسمع عن أحلامكم وأملكم بعيدا عن الدمار والخراب والموت. أنت النهاردة جاية تقولي رسالة، أنا عايزة يعني عارفة مش عارفة أسألك أقول لك إيه، أنا عايزاك تفتحي قلبك وتقولي كل اللي جواكي، وتقولي رسالة للعالم كله من على أرض السلام مصر. طبعا مصر تشكر على جهودها. أول شيء أنا بدي أحكي فعلا اللي بقلبي، إنه اللي بيصير بفلسطين مش إشي طبيعي أبدا. اللي بيصير كنا عارفين إنه هذه إبادة، هذه مش مجرد حرب. أما بالنسبة إحنا بنشكر الناس، بنشكر العالم، بنشكر الوطن العربي، بنشكر مصر بالذات على الوقفات التضامنية اللي عملوها معانا، وقصة المقاطعة اللي انتشرت بشكل كبير، هاي شغلات بتفرحنا جدا جدا وإلها تأثير كتير كبير علينا. أول شيء بتدعمنا، بتحسسنا إنه إحنا فعلا في ناس واقفة معانا وحاسة فينا، صح ما جربوا الحرب أو ما جربوا قلة الحرية والحبس وتمام، بس هذا إشي بكفين، يعني إشي بخلينا نشعر بالفخر تجاه العالم. أما بالنسبة لمصر، أنا بوجه تحية كتير 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 كبيرة لدولة مصر العظيمة المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على وقفتهم معانا. وطبعا هذه مش أول مرة، في كل تصعيد بصير وفي كل حرب بتصير أو في أي شيء بصير بفلسطين، مصر بتكون أول حد بيوقف معانا، بتجري اتصالاتها، بتجري العديد. أول ما صارت الحرب كانت أول دولة حطت جميع الشاحنات المليانة بالغذاء والمليانة بالأدوية على حدودها، ما اهتمتش الحدود مسكرة أو مفتوحة، أهم شيء إنها تدخل هذا الإشي للشعب الفلسطيني وإنها تدعمه وإنها تساعده. وأنا عن جد فخورة كتير بهذا الإشي، وهذا طبعا شرف كتير 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 كبير إلنا. ايه رايك في دور مصر في رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين، وانه لينا موقف حاسم بيمثله طبعا رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكره انه ده هيكون تصفيه للقضيه؟ طبعا خسئ الكيان الصهيوني ان طلعنا من ارضنا،
هذا أول شيء. ثاني شيء موقف مصر مشرف جدا جدا جدا، احنا شايفينه مشرف لأنه احنا مش هنطلع من أرضنا، احنا مستعدين نقدم الأرض وأرواحنا، واحنا صحيح الواحد بتألم على كمية الناس والشهداء اللي بتموت، بس بالعكس احنا مبسوطين لأنه هذا كله فدا فلسطين، كله من أجل المسجد الأقصى وأرض الرباط المذكورة في القرآن الكريم طبعا. احنا مش هنطلع من أرضنا أبدا، نتمنى نموت ولا إنه نطلع من هاي الأرض. أنا بحييكي جدا يا حنين، وهاخد من اسمك الحنين إلى الوطن، وإن شاء الله يعني وطنك هيرجع لأصحاب الحق، لأنه مذكور ده في الأديان السماوية كلها إنه فلسطين لأهل فلسطين. ونتمنى لكم إن إحنا إن شاء الله إنه هذا اللقاء، ودي أمنية من قلبي بجد، إنه يجي اليوم إنه أطلع من أرض فلسطين وهي متحررة، إنه فعلا أعمل معكم لقاءات وإحنا بنلعب وإحنا بنضحك وإحنا بنتكلم عن الأحلام. من أتمنى إن شاء الله طبعا يكون الخلفية لهذا اللقاء الأقصى. فنتمنى طبعا هذا اللقاء حلم من أحلامي، ونيجي أنا وأطفال مصريين نروح للأطفال الفلسطينيين، إيد الطفل المصري مع إيد الطفل الفلسطيني، بنتحدث ونتكلم عن أحلام وطموحات الطفل العربي. مصر والأردن بتربطهم علاقات قوية جدا، علاقات تاريخية وعلاقات الحقيقة شفناها حتى واضحة جدا في الأزمة اللي حصلت في الحرب على غزة، شفنا توحيد للجهود وتوحيد للرؤى في فكرة حتى التهجير القسري ورفض مصر والأردن للتهجير القسري للفلسطينيين. فالحقيقة النهاردة الأردن ممثلة في مهرجان أطفال العالم برضو جايين يقولوا رسالة سلام من على أرض السلام مصر. صباح الفل عليكي. صباح النور. قولي لي بقى، المهرجان السنه دي مهداه للطفل الفلسطيني، انت بتقولي له ايه؟ عايزه ايه الرساله اللي انت عايزه تقوليها له؟ ان شاء الله يتحروا اهل فلسطين ويضلهم دايمين وهيك وخلاص. طيب تعالوا برضو ناخد كلمه من مواطنه اردنيه زي القمر، برضو جايه لابسه زي الاردني. قولي صباح الفل عليكي. صباح النور. قولي لي بقى، انت جايه تقولي ايه من على ارض مصر؟ قلوبنا بتتدمر من هذا الاشي اللي بنشوفه. تقولي ايه للطفل الفلسطيني؟ انه ما يتهجر من بيوتهم. الحقيقه والطفل السوري ايضا يعني من الاطفال الصراع، والحقيقه احنا نتمنى الحريه والسلام لكل الاشقاء العرب. انت النهارده جايه تقولي ايه للطفل الفلسطيني اللي بيواجه النهارده حرب ضد الكيان الصهيوني؟ مثل ما نحن وقفنا بسوريا وما خلينا اي حدا ياخذ ارضنا، فلسطين كمان واقفه وراح تضل واقفه، ومستحيل اي حدا ياخذ ارض او جزء من فلسطين. والقدس حيبقى صامت دائما، ونحن مع فلسطين قلبا وروحا وجسدا، نحن وفلسطين روح واحده. بدي اقول ان فلسطينيين من حقهم انهم يعيشوا طفولتهم، من حقهم انهم يدرسوا ويلعبوا وكل شيء، واحنا جينا هون عشان نوصل دي الرسالة لكل العالم. عايزة أقول إنه خلص حروب، خلص تدمير، يعني ليش كل هاد؟ لازم يعني يكون سلام بكل عالم، ومن حق الأطفال الفلسطينيين يعيشوا مثل كل أطفال دول تانية. First of all, I wanted to say message to the whole world about the peace. How to spread peace, how to spread love within the new generations. I want to send a message to all the people in the world that every human has a right to live in peace, without war, without death, and we should spread peace, love, by sharing cultures, traditions, and maybe folklore. I wish peace to everyone, and we wish that every war that is happening at the time will come to an end as soon as possible. We wish them all peace, love, and joy, and to come back to normal reality as soon as possible. We want peace for the world and the children happy and healthy. I want that they can sleep, live, and learn, go to school, eat, and play. Our question is,
from your point of view, how we can share love and peace? I think the festival is a great way to show love and peace, because all these children gathered around from all over the world. I think it's a really good message for the Palestinians. We're with them, we hope, okay, and we pray for them. I want to say for all the Palestina, just be strong. Our message is that all kids around the world should have peace, especially the Palestinian children who are suffering right now, and also all of the civilians in Palestine who are suffering. So we wish them all peace and a calm life. We want a peace for all the world. Palestinian children, Palestinian peoples want a peace for all the world.